يذكرني حتى بموضوع الصين، أظن كان القائد الإسلامي الذي وقف عند باب أبواب الصين كان اسمه محمد بن مسلمة. لا محمد. محمد بن يوسف أظن. محمد. نعم. عندما دخل كان معه 36,000، فعندما دخل إلى قائد الصين قال: جئت أنت جئت ومعك نيف قليل. قال: ما بالك وإخواني أولهم عند بابك وآخرهم عند منابة الزيتون. صحيح. هذا الصحيح. وقال سيدنا عمر أيام هارون الرشيد تقريبا برضو أسر مسلم، فأرسل رسالة قال يعني من أمير المؤمنين إلى كلب الروم: إن لم تطلق أسيري أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. هذا هو الصحيح. هذه المفاهيم المفتقدة. هذا المفاهيم المفتقدة. الآن الشباب غيب عن هذه المفاهيم، أصبح الشباب بعيد عن الدين، الشباب لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بأمور الإسلام، فغيب عن المعنى الحقيقي للأخوة، وأصبح في مفهوم الأخوة عنده أن ليس المفهوم الديني وليس المفهوم الإسلامي، مفهوم الأخوة عنده الأصدقاء والشلة الذين يعاشرهم ويضحك ويلعب معهم أو أقربائه إلى آخر ذلك. هذا المفهوم الضيق جدا لمفهوم الأخوة، والذي ينبغي كما قلت لك مهمة الشباب الآن، ينبغي لهؤلاء الشباب أن يقوموا جادين في توعية الأمة الآن تحتاج إلى توعية أساسية.